السلام عليكم. إذا نبدأ مع الجزء الثالث، راح نتناول فيه معادلة المسار وإحداثيات الذروة. إذا لدينا بالنسبة لمعادلة المسار، كنا توصلنا في الفيديو السابق إلى المعادلات الزمنية للحركة، المعادلات الخاصة بالسرعة والمعادلات الخاصة بالفاصلة. إذا معادلة المسار ماذا نقصد بها؟ هي معادلة هذا المسار الذي تتخذه الكرة. لاحظ أن هذا المسار يتكون من مجموعة من المواضع التي تشغلها الكرة، كل موضع له إحداثيات على محور X و Z. إذا نحاول إيجاد Z بدلالة X. إذا لهذا سنستعين بالمعادلات الزمنية للفاصلة. لدينا X بدلالة الزمن و Z بدلالة الزمن. إذا راح نسمو هذه العلاقة 1 وهذه العلاقة 2. لاحظوا أن الزمن راه مشترك بينهما، لهذا سنستخرج الزمن من العبارة الأولى ونعوضها في العبارة الثانية لإيجاد زاد بدلالة إكس. إذا لدينا من 1 لدينا الزمن تي ماذا يساوي؟ يساوي إلى إكس على في صفر في كوسينس ألفا. إذا بالتعويض في العلاقة 2 نجد إذا لدينا زاد تساوي ناقص 1 على 2 في جي. بالنسبة للتي نعوضها بالعبارة نتاعها اللي هي اكس على في صفر في كوسينس الفا الكل مربع زائد في صفر في سينس الفا في اكس على في صفر في كوسينس الفا زائد زاد صفر. اذا نحاول تبسيط هذه العبارة. إذا لدينا هنا زاد تساوي ربع هذه، إذا لدينا 1 على 2 جي إكس مربع على في صفر مربع كوسينس مربع ألفا زائد. لاحظ بالنسبة لهذه العلاقة نقدر نختزل في صفر مع في صفر، هنا عندنا ضرب، يبقى لنا سينس ألفا على كوسينس ألفا في إكس زائد زاد صفر. نواصل تبسيط العلاقة. لدينا هنا بالنسبة في هذه العلاقة نقدر نديرها كسر 1 هكذا. إذا عندي ناقص هنا يبقى لي فقط جي واثنين تبقى لتحت، إذا 2 في صفر مربع كوسينس مربع ألفا في إكس مربع زائد سينس ألفا على كوسينس ألفا هو التونجونت، معناها تونجونت ألفا في إكس زائد زاد صفر. وهي معادلة المسار، وهي عبارة عن معادلة قطع مكافئ اللي هي معادلة من الدرجة الثانية. زاد بدلالة إكس مربع، لدينا هنا الحدود نتاعها، لدينا إكس مربع وإكس والثابت بطبيعة الحال. إذا هذه بالنسبة لمعادلة المسار. ننتقل الآن إلى الذروة. الذروة هي تمثل الذروة تمثل أقصى ارتفاع تبلغه الكرية، معنى هذا أقصى ارتفاع تبلغه الكرية يسمى بال الذروة، راح نسموها مثلا بي. نحاول إيجاد إحداثية هذه الذروة، معناها أقصى ارتفاع وكذلك الفاصلة نتاعها. معناها عندنا هذا اش بي و اكس بي، معناها نحاول إيجاد الإحداثية نتاعها. إذا يجب أن نعلم عند الذروة ماذا يحدث. لاحظ أن الكرة راح تصعد ثم راح تعود توصل أقصى ارتفاع ثم تبدأ في النزول. لدينا بالنسبة لطبيعة الحركة لدينا حركتين كما لاحظنا سابقا. لدينا هذه حركة في مستوي، حركة على محور او اكس وعلى محور او زد. لاحظوا ان الجسم او الكرة راح ترتفع الى غاية الذروة ثم تنزل. ما الذي يحدث عند الذروة؟ هو انعدام سرعة. اي سرعة؟ هل السرعة على محور اكس؟ لا، لان الجسم راح يواصل حركته على محور اكس. اذا عندما نصل الى الذروة راح يكون قطع كامل هذه المسافة الافقية ثم يواصل حركته ويقطع مسافة اخرى الى غاية ان يصل الى هذه النقطة. اما على المحور او زد راح يرتفع الى هذا المستوى ثم ينزل، بمعنى ان السرعة التي تنعدم عند الذروة هي السرعة على محور زد، معناها في زد راح تولي تساوي الصفر. إذا هذه هي أهمية الذروة، معناها لازم نعرف بلي عند الذروة تكون في زاد تساوي الصفر. إذا نرجع للمعادلات الزمنية، نشوفوا العبارة تاع السرعة على محور زاد، ها هي
نسميها انا ايكراك هنا زاد في زاد تساوي ناقص جي في تي زائد في صفر في سينيس الفا، هذه راح تولي تساوي الصفر. نخرجوا منها الزمن، هذاك الزمن يسمى زمن الوصول الى الذروه، ثم نقوم بتعويضه هنا في الفاصله، راح نصيبوا فاصله الذروه، واذا عوضنا هنا كذلك راح نصيبوا الارتفاع اش اللي هو ترتيبه الذروه. اذا نقوم بهذه العمليه، اذا لدينا نسمي هذه العلاقه مثلا ثلاثة. اذا نقول عند الذروه، نعم عند الذروه تكون السرعه على محور زاد تساوي الى الصفر، بمعنى لدينا ناقص جي في تي زائد في صفر في سينس الفا تساوي الى الصفر. اذا نستخرج الزمن هنا اللي هو تي، راح نسموه تي بي بمعنى زمن الوصول الى الذروه. ماذا يساوي؟ يساوي الى في صفر، راح ننقلوا هذه تولي سالبه، في صفر سينس الفا ونقسمها على ناقص جي، اي السالب مع السالب يروح تبقى لي هكذا. اذا هذا نسموه زمن الوصول الى الذروه، زمن الوصول الى الذروه. اذا عوضناه بالتعويض في العلاقه واحد اللي شفناها سابقا، لدينا اكس عند الذروه اكس بي تساوي ماذا؟ اذا وجدناها انها تساوي في صفر في كوسينس الفا في تي، تي نعوضه بالعباره هذه معناها في تي بي. اذا في صفر كوسينس الفا في في زيرو في سينس الفا على جي. اذا نبسطوا هذه العلاقه، لدينا في صفر في في صفر، هنا عندنا عمليه الضرب، اذا لدينا في صفر مربع كوسينس الفا في سينس الفا الكل على جي. يمكن تبسيط هذه العبارة من خلال العلاقات المثلثية، نعلم أن يمكنك التأكد من هذا، لدينا 2 كوسينس ألفا في سينس ألفا تساوي سينس 2 ألفا. إذا ندو زاوية معينة ألفا، نديرو الكوسينس والسينس تاعها نضربو في 2، راح هو نفسه سينس ضعف ألفا. إذا يمكن كتابة هذه العبارة بدلالة سينس 2 ألفا بهذا الشكل. إذا راح نعوضو هذه، هذه سينس الفا في كوسينس الفا كما يلي، لدينا كوسينس الفا في سينس الفا تساوي، نحن نقول 2 هذه الطرف الثاني تصبح هكذا سينس 2 الفا على 2، بمعنى هذه نعوضها بهذه العبارة هنا. اذا تصبح لدينا اكس بي تساوي ماذا؟ اذا في صفر مربع هذه في سينس 2 الفا الكل على 2 لكن في جي، نديرو تساوي هنا. اذا هذه هي اكس بي، اذا هذه فاصلة الذروة. الان نمشو الى الارتفاع تاع الذروة اللي هو زاد بي او نسميه اش. اذا ماذا يساوي؟ اذا لدينا طريقتان، اما ان نقوم بتعويض الزمن في عبارة زاد، هذه العبارة الزمنية تاع زاد نعوضو هنا الزمن، أو طريقة ثانية بما أن لدينا عبارة المسار نقدرو نعوضو إكس اللي صبناها الآن إكس بي هنا ونجد زاد اللي هو الارتفاع. إذا سنقوم بتعويض هنا بالنسبة إذا لدينا تساوي إلى ناقص واحد على 2 جي في تي مربع، تي مربع هو كما وجدنا سابقا هو عفوا اللي هو زمن الوصول الى الذروه، وجدناه هذا في صفر في سينس الفا على جي الكل مربع زائد في صفر في سينس الفا في تي كذلك في صفر في سينس الفا الكل على جي زائد زاد صفر. اذا راني نعوض في المعادله الزمنيه للفاصله على محور زاد. إذا عوضنا الزمن هنا فقط، إذا عندنا زاد بي اللي هو اش، ماذا يساوي؟ إذا نحاولوا نبسطوا العبارة كما لاحظنا سابقا، واحد على 2 جي هذه نربعوها جينا في صفر تربيع في سينس مربع ألفا على جي مربع زائد، إذا ننشروا هذه العبارة، لدينا في صفر تربيع في
السينس مربع الفا على على جي زائد زد صفر. نقوم بتبسيط هذه العبارة الأولى. إذا زد بي تساوي إلى هنا نقدر نختزل جي مع التربيع. إذا شبقى هنا يبقى لنا إلى ناقص بي صفر مربع في سينس مربع الفا الكل على 2 جي زائد في صفر مربع في سينس مربع الفا على جي زائد زد صفر. اذا يمكن هنا لاحظوا ان هذه العبارة هي نفسها نقدر نخرجها عامل مشترك تبقى لنا زد بي تساوي اذا لدينا العبارة هذه اللي هي في صفر مربع في سينس مربع الفا على جي. اذا خرجناها عامل مشترك راح تبقى لي هنايا نصف ناقص نصف زائد واحد من هنا يبقى لنا واحد زائد بطبيعة الحال زاد زاد صفر. اذا وحدنا هنا المقامات لدينا هنا ناقص واحد على اثنين المقام المشترك هو اثنين معناها نضرب هذه في اثنين معناها زائد اثنين. اذا تصبح العبارة هذه هي اثنين ناقص واحد هي واحد اي نصف بمعنى هذه مضروبة في النصف معناها زاد بي ماذا تساوي مباشرة اذا تساوي الى في صفر مربع في سينس مربع الفا على 2 جي قد ضربناها في النص هذا بمعنى هذا المقدار ناقص النصف نتاعو يبقى النصف زائد زاد صفر. اذا هذه عبارة الذروة او اقصى ارتفاع تبلغه كرة الجلة. إذا في الفيديو القادم إن شاء الله سنتطرق إلى المدى ونحاول إيجاد بنفس الطريقة إحداثيات نقطة المدى. شكرا على المتابعة.